يقول الدية من يحددها؟ دية المقتول من يحددها؟ هل هم أهل الميت أو المحكمة؟ لا، الدية محددة شرعا، الدية محددة شرعا، 100 من الإبل حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أو 1000 دينار ذهب محددة الدية، أو 12000 دينار درهم من الفضة، الدية محددة، أو 2000 شات، الدية محددة شرعا، لا يجوز أحد أن يغيرها، لا يجوز لأحد أن يغيرها، محددة شرعا. لكن الذي يزيد على الدية هذه يسمونه صلح، يسمونه صلح، مثلا يطلبون مبالغ أكبر من الدية، مثلا يطلب 200 من الإبل، مثلا يقول أنا حتى أسامح أريد 200 من الإبل فوق الدية، يعني أريد الدية وأريد زيادة حتى أصالح، فيسمونه صلح، يسمونه صلحا وليس دية. أما الدية فهي محددة ثابتة، والصلح شيء زائد على الدية. بعض أهل العلم، وهذا طبعا في القتل العمد، أما في القتل الخطأ وشبه العمد لا يجوز لهم أن يزيدوا على الدية، لا يجوز أن يزيدوا على الدية في قتل شبه العمد وقتل الخطأ. قتل الخطأ أنه يبي يرمي طير رمى آدمي، هذا قتل خطأ. شبه العمد ضرب شخصا أراد أن يوجعه فمات، هذا قتل شبه عمد، لأن تعمد ضربه لكن لم يتعمد قتله، فيقول شبه عمد. فيه شبه من العمد لأنه ضربه، وفيه شبه من الخطأ بأنه ما أراد قتله، فيسمونه شبه عمد. أما القتل العمد فهذا الذي يقتل القاتل، كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا القاتل يقتل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، القاتل النفس بالنفس، يعني القاتل، فهذا قتل عمد فيه القتل. فإذا تنازل أهل الميت اللي هم الورثة أو العصبة على خلاف في المسألة، فإذا تنازل أهل الميت هنا إما أن يتنازلوا بلا عوض، وإما أن يتنازلوا بالدية، وإما أن يتنازلوا بالصلح، لهم ثلاث أحوال. إما أن يقولوا خلاص روح ما نبي شيء، هذا تنازل بلا عوض، وإما أن يقولوا نريد الدية، الدية الشرعية اللي هي 100 من الإبل، وإما أن يقولوا نتنازل بصلح وهو مبلغ زائد على الدية أو ناقص عن الدية حسب، لكن هم يتنازلون بصلح. هذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز لهم أن يتنازلوا بالصلح أكثر من الدية أو لا يجوز؟ على مذهب مالك رحمه الله تعالى ليس لهم إلا الدية، يعني لا يجوز أن يطالبوا 200 من الإبل، لك 100 من التابي ولا اقتل، مالك غير هذا. مذهب أحمد الصلح جائز، وأن بحسب ما يتراضون عليه، يعني يزيدون على الدية، يريدون 200 من الإبل أو 300 من الإبل، أو يزيدون على المال المقدر مقابل الدية الذي تقدره المحكمة ويقدره القاضي، إذا صلح. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن الصلح جائز، يعني ولو بأكثر من الدية، الصلح جائز بأكثر من الدية، مسألة فيها خلاف والله أعلم. لكن الشاهد من هذا أن الدية لا يحددونهم، وإنما يحددون الصلح وليس الدية.